عندنا قصة كمان ملهمة جدا، المخرجة العظيمة الراحلة عطيات الأبنودي، وهي كانت متزوجة من الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي في فترة من الفترات قبل ما ينفصلوا. كان الكاتب الكبير يحيى الطاهر عبد الله صديق عبد الرحمن الأبنودي جدا، الله يرحمهم هما الاثنين. مات يحيى الطاهر عبد الله وحرمه، كان عندهم طفلة صغيرة كانت بتزورهم عطيات الأبنودي، تعلقت الطفلة بثوبها، تشبثت بيها. عطيات الأبنودي ما كانش عندها أبناء، قلبها رق، خدتها معاها، وبقى عندنا قصة جميلة قوي. تعالوا نشوف القصة. الحادثة بتاعت والدي كانت عندي 5 سنين، اتقلبت بينا العربية، وكان والدي هو الشخص الوحيد اللي توفى. بعد 3 أيام كانت صديقته وهي زوجة صديقه الصديق العمر الشاعر عبد الرحمن الأبنودي قررت بحسها التسجيلي تروح تجمع الأوراق بتاعته، فشافتني أنا المشهد كده زي ما هي نفسها حكيتهولي، يعني إنه أنا جريت عليها ومسكت فيها ورفضت أسيبها وروحت معاها فعلا، وراحت كتبت. كان زوجها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي كان لسه حتى مصحيش من النوم، وكتبت له ورقة كده صغيرة وقالت له أنا جبت أسماء يحيى الطاهر عبد الله، هتبقى بنتنا وهنربيها، صباح الفل. أنا اتنقلت لنفسي عالم والدي بشكل كبير، فما حسيتش بالغربة دي. أنا حتى لما اتنقلت لنفس البيت أنا ما حسيتش بغربة شديدة، لأنه الأصدقاء كانوا ملتفين وكانوا موجودين بشكل دائم. بقول لها ماما مديحة عادي جدا، ما عمر ده ما كان مشكلة، ولا عمر ماما عطيات حتى غارت إن أنا ليه إزاي بقول لها ماما. أكيد كان عندي تساؤلات زي أي طفلة يعني، بس هي كانت ماما عطيات حريصة إن هي طول الوقت تتكلم معايا بشكل صريح جدا، وتحكي لي قد ايه ان ده شيء جميل، وقد ايه انا محظوظه جدا جدا ان انا ليا امين وليا ابين. بفتكر دايما مشاهد المدرسه وانا في حوش المدرسه واصدقائي يقعدوا يسالوا ايوه يعني ايه، يعني هي يعني مراد باباكي ولا هو جوز مامتك ولا هو مين 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 ايه. فانا كنت ارد بمنتهى الثقه ومنتهى الفخر اللي انا واخداه من ماما طبعا، انه ايوه ايوه انا عندي امين وعندي ابين. انتوا عندكم امين وعندكم ابين؟ ما عندكوش، انا عندي. ما كانش لسه في ساعتها حتى الكلمات الخاصه بالتبني الاحتضان الكفاله، هي ما قررتش غير دي بنتي، ايه بقى المصطلحات اللي هتتقال على ده؟ ما كانش شغلها الشاغل، هي قررت انها تلاقي المصطلح الخاص بيها، انت بنتي بالاختيار. اكيد انا اسمح لبنتي ان هي تكفل لو هي ما اتجوزتش وقررت. فكرت ان انا احكي حكايتي على جروب الاحتضان لانه انا شفت اسئله كتيره جدا خاصه بالخوف من المستقبل. أنا هنا كنت المستقبل، كنت أنا الطرف الثاني من العلاقة اللي محدش سمع صوته طول الوقت في الجروب أو عن كل تساؤلات الناس، لأنه أغلب اللي بدأوا الاحتضان أولادهم حالياً صغيرين جداً، فكلهم بيتكلموا من وجهة نظر الأم المحتضنة أو الأب المحتضن، محدش اتكلم خالص من وجهة نظر الابنة المحتضنة. كنت أنا هنا في الحالة دي، فحبيت أن أنا أجاوب على كل المخاوف، ومنها حسيت كمان أنه اللي عملته ماما زمان جدا قبل كل وقت بقى له اسم جميل جدا، اعتقد هي نفسها كانت هتحبه، فكره كلمه الاحتضان، وان ده هيخلي كمان اثرها باقي لفتره طويله وحكايتها باقيه لفتره. ليت اسماء تعرف ان اباها صعد لم يمت، هل يموت الذي كان يحيا وكان الحياه ابد، وكان الشراب نفد، وكان البنات الجميلات يمشين فوق الزبد، عاش منتصبا بينما ينحني القلب يبحث عما فقد. ليت أسماء تعرف أن أباها الذي حفظ الأصدقاء والحب تصاويره وهو يضحك وهو يفكر وهو يفتش عما يقيم الأود. ليت أسماء تعرف أن البنات المفترض أن أنا اللي راجع بصراحة، بس الحقيقة في تعليق لطيف هيقوله خير، فأنا عايزاه هو اللي يقوله. أنا عايز أقول لكم أن القصيدة دي كتبها الشاعر الراحل أمل دنقل، وأمل دنقل كان الصديق الأنتيم الملاصق ليحيى الطاهر عبد الله، وأسماء مولودة على دي، كانوا الثلاثي أبناء الجنوب يحيى الطاهر عبد الله وأمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي شموع في مصر منورة. عشان كده لم يكن غريبا أن تكون عطيات الأبنودي
تلك المخرجة المبدعة مقدمة نموذج رائع. وهذه هي أسماء أطلت علينا بدعوة إن مد إيديكم وكفلوا من يدخل البهجة والأمان والرضا إلى قلوبكم. صح. بس تفضل.